السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسام صياد من قناة فلاش التعليمية. النهاردة أنا عايز أكلمكم عن موضوع مهم جدا، وهو أزمة كورونا الحالية، أزمة فيروس كورونا. طبعا يا جماعة، الأسبوع اللي جاي ده اللي هو الأسبوع اللي هيبدأ هو أهم أسبوع هيعدي على مصر في أزمة كورونا الحالية. كل الدول اللي سبقتنا الفيروس انتشاره انفجر في الأسبوع الثالث وخرج عن السيطرة في الأسبوع الرابع، وعلشان كده الأسبوع الثالث بتاعنا هو الاختبار الحقيقي. لازم كلنا نكون متعاونين مع بعض علشان نعدي الأزمة دي على خير. واللي هيحصل سيناريو واحد من اتنين: السيناريو الأول الناس هتستمر في الاستهانة بالموضوع، وهيستمروا في إقناع نفسهم إن الموضوع بعيد وعند الناس التانيين، وهيستمروا في الإهمال والتعامل مع الموضوع على إنه حرب أعصاب مش أكتر، وده مش حقيقي لأن إحنا مش أنصح من كل اللي حوالينا. والسيناريو ده هيكون معناه ان اللي هيتصاب هيعدي كل بيته وجيرانه، وحتى اللي واخد احتياطاته هتبقى معركته اصعب وحمايته اصعب. وده نفس السيناريو اللي حصل في ايطاليا، الناس خدت اجازات، نزلت المولات وعملوا تجمعات ومهتموش بالقواعد وبالتعليمات اللي اتقالت لهم، وحاليا بيتم اختيار الناس اللي بتاخد مكان على اجهزة التنفس الصناعي بالقرعة، والباقي هو وحظه. اما السيناريو التاني فان الناس تفهم خطورة الموقف، واللي عارف يقول للي مش عارف، واللي فاهم يقول للبسيط ويفهمه ويعرفه، واللي عنده سلطة يقدر ينفذها ويجبر الناس اللي يقدر عليهم انهم يلتزموا حتى لو كانوا اسرته بس. السيناريو ده هو سيناريو الوعي، ده نفس السيناريو اللي بيتطبق في الصين الدولة المصدر، نفس السيناريو اللي خلى مقاطعة ووهان اللي كانت هي المنبع انها تحتفل من يومين انها خالية من الفيروس تماما. الموضوع حسبته بسيطة قوي، الفيروس مدة احتضانه 14 يوم، لو سيطرنا على نفسنا كمجتمع 3 أسابيع الأزمة هتخلص، لأن لو كله التزم المصاب مش هيلاقي حد يعديه وبإذن الله يخف، واللي بيحافظ على نفسه تبقى مهمته أسهل علشان كل اللي حواليه فاهمين وبيتعاونوا. دورك دلوقتي إنك تختار السيناريو المناسب ليك. لو ليك أي سلطة أو صوتك مسموع، وصل صوتك وعرف كل اللي حواليك إن المعركة عايزة كل شخص، كل واحد فينا لازم يقوم بدوره. لو انت ليك متابعين على السوشيال ميديا، كلم اللي عندك وعرفهم ان مفيش حاجة اسمها ناس وناس لأ في المعركة دي. لو عندك حد لسه مقتنع ان الموضوع مؤامرة او انه بعيد عننا، فهمه ان الكلام ده مش حقيقي، وان موقفه السلبي ممكن يتسبب في عدوى لولاده او بيته او زمايله في الشغل. حتى احنا دلوقتي في نفس الاختيار اللي اتحط فيه كل الدول اللي قبلنا، ومع انه نفس الفيروس لكن كل دولة حصل فيها حدوتة مختلفة على حسب رد فعل الناس بتاعتها والشعب بتاعها. وهل فهموا بعض ووقفوا مع بعض وقاوموا الجهل وقاوموا الإهمال، ولا فضلوا فاكرين ان كل اللي حواليهم بيبالغوا؟ لازم كل واحد يبقى مسؤول عن اللي حواليه. وخليكم فاكرين ان في دولة اسمها الصين احتفلت بانتهاء الفيروس من مجموعة من مقاطعاتها ومحافظاتها، وفي دولة قالت لشعبها ودعوا من تحبون فالنهاية قادمة، وفي الآخر النداء اللي بيقول حافظ على نفسك حافظ على بلدك، ده نداء لكل واحد فينا. لو بتخاف على أسرتك وبتخاف على أهلك وعلى بلدك، لازم تحافظ على نفسك. وفي الختام، حفظ الله بلدنا وحفظ أهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.